أنتم الآن كقوى سياسية ما هو دوركم؟ ماذا تنتظرون؟ شوف، نحن نتكلم عن جبهة الإنقاذ، نحن لسنا جزءا لا من الحكومة ولا من أنا الآن لست عضوا في البرلمان ولسنا جزءا من الحكومة. هذه نحن المرة بس اسمح لي، نحن معارضة الآن بالعمل السياسي، نحن معارضة، لذلك وضعنا رؤية لخروج بأقل الخسائر للأزمة العراقية الحالية، وهذه الخطة خارطة الطريق التي وضعناها ترضي الشارع وتأمن سلامة الشباب المنتفض. هذا أنا من إنكتل شاب عندي واحد معناه خسارة للعراق، وبنفس الوقت القوات الأمنية والجهات الأخرى من أيضا يحومون عدد شهداء، هذول هم عراقيين. فأنا جاءت أحط لك رؤية تحقق ما تريده أنت يا شاب يا عراقي، تحقق لك أن يجيك تمثيل حقيقي وقوة سياسية تبعد هاي الفاسدة الموجودة. أنا طبعا لا أقول كل، حتى نكون منصفين، مو كل القوى السياسية، هنالك قوى وطنية ونظيفة لكن هذه الفاسدة والمسيئة والتي قصرت في أدائها خلال المرحلة الماضية يجب أن تبعد، يعني بعملية انتخابات صحيحة.